ليس كل المستويات تعي أهمية البحث العلمي، لكن يجب أن العالم كله، مصر كلها تعرف إيه هي أهمية البحث العلمي بالنسبة للدولة، وخاصة في هذا العصر. المعرفة التكنولوجية، أولاً عايز أعرف يعني أقول إيه الفرق بين المعرفة والعلوم. لو أنت عند حضرتك شاشة تلفزيون، إنتاج هذه الشاشة بيتطلب علوم في الزجاج، علوم في الإلكترونيات، علوم في الكهرباء، لكن المعرفة هي إنتاج الشاشة. يعني الشاشة المعرفة بتتضمن أكثر من علم لإنتاج منتج معين. فليست العلوم بحد ذاتها هي المهمة حاليا في الوقت، لكن إنتاج المعرفة التكنولوجية هي الأهم. المركز القومي للبحوث هو يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويعتبر أكبر جهة علمية في مصر ويمكن الشرق الأوسط وأفريقيا. أكبر جهة علمية في مصر، نتخطى بقى كل مراكز الأبحاث، نتخطى الجامعات، نتخطى كل ده، ويصبح هو أكبر جهة بحثية في مصر والشرق الأوسط. مصر والشرق الأوسط أكبر بناء على إيه؟ بناء على حجم الباحثين والإنتاج العلمي، وعلى ما يؤديه المركز من وينتجه لمصر من أبحاث دولية وابتكارات على مستوى الدولي. طيب.